في موضوع آخر، ابتكر صندوق التعاون الفلاحي صيغة جديدة لتأمين الفلاحين الصغار والتي تصل إلى 60% لتأمين منتوجاتهم وحمايتها من الكوارث الطبيعية. العينة من غردية في هذا التقرير لعاصم بخاري ووردة قشيش. صيغة جديدة ابتكرها صندوق التعاون الفلاحي من خلال تأمين الثقة التي يستهدف صغار الفلاحين بتخفيضات تصل إلى حد 60%، تخص تأمينات للكوارث الطبيعية والحرائق. والصندوق انشأ منتوج جديد بثمن معقول اللي يخلي غدوة المربي ولا الفلاح الصغير يقدر يشري حماية اللي تخليه غدوة يكون أول محمي هو المنتوجات تاعو. التأمين هو تأمين، أنا من حبة كلمة التعاضد. صندوق هو الفلاح أو المنتج أنه يخبي في الصندوق هذا الدينار أو الدينار الأبيض لليوم الأسود. في الأزمة إن شاء الله سيلقاه هو ينطلق من موروثنا الحضاري والثقافي. الصيغة الجديدة لهذا التأمين تتم بطريقة تعاونية وفق الشريعة الإسلامية من أجل سحب البساط من بعض الفتاوى التي يطلقها البعض لتحريم التأمينات. ربي سبحانه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الخانة هذه راهي في التعاون. كي واحد مثلا خاطر الادله نتاع بعض من الناس يقول لك راه كي تخلص لاسيورونس صافي دير راك تقول يا ربي دير كيما تبغي وراه عندنا البديل، هو ما كانش منها، هذه غلط. علاه؟ خاطر البديل ما كانش كامل. البديل دروك ربي سبحانه دار الصفه في المجتمع ولا في الاخر باللي يعاود صافي دير يتعاونوا. ثقافة التأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية واجبة على الفلاحين والمربين وكل المتعاملين الاقتصاديين من أجل حماية أملاكهم ومنتوجاتهم وتجنب الخسائر التي يمكن أن تلحق بهم.